اهدي. انت مجنون يا دي، انت هو اللي ايه؟ وسع! معلش يا اخوي، حجك علي، بس اذا كان وكل الحج عندك سهل فعادي لما الدم يبقى ميه. تجد اللي انت بتعمله ده يا حسن، لم الرجال دي وامشي. انت مش هتطلع من البيت ولا هتعتب براه الا لما اخد حج كامل ويجي الحد عندي تحت رجلي ومعاه كمان تعويض عن اللي انت عملته. وكريم ما تطلع برا البيت دلوك. معلش سامعانا يا كريمة؟ الواد ده جالي يا حبيبي، انا عارفه ايه اللي رجعنا. انا بتعملي معايا كده؟ اقعد يا مروان، اقعد يا حبيبي، ما تعملش عقله ورحمه عمي عبد الله. لا هتندمي وتتمني تبوس العين. خلاص فين يا مروان؟ بعدي. لا لا اهدى يا حبيبي، اسخنني يا بابا، اسخنني ده اخوك. بعدي اخلص يا وليا. يا وليا ولا كلمت يا وليا؟ بعدي. اجري، ربنا يولع فيكوا كلكوا بجاز. يا رب يطخوا بالنار والتاني يمسك في زمرة رقبته. يا رب تحرقهم بجاز يا رب. هاتي لك يا حسن. لا لا، هتموتوا بعض، هتموتوا بعض. لو هتموتوا بعض يبقى موتونا انا الاول. ايوه اموت انا واللي في بطني احسن ما يجي الدنيا مالجيش ليه لا اهل ولا عزوه. موتوني، ما عايزهوش يجي يلاقي الناس تعايره باهله. تقولوا يعني ناسك قتلوا بعض عشان الفلوس؟ يعني دمكم رخيص؟ حسن، لو اخوك دمه رخيص عندك يبقى اقتلني انا الاول، وانا مش عايش اشوفكم بتموتوا بعض. يلا مستني ايه؟ اضرب. مش صانع باللي بينه وبيني يا عمتي. امال مين اللي ليه صالح؟ مين اللي ليه صالح؟ انا عمتكم، انا اللي ربيت، انا اللي شلت، انا اللي استنيتكم لحد ما تكبر عشان افرح لفرحكم واحزن لحزنكم. ما تتكلم ولا تتكلمي ليه؟ ما تلاقيكي فرحانه من اللي انت شايفاه قدامك. مروان يا حبيبي، نفذ وصيه ابوك بالحرف زي ما ابوك نفس وصية جدك، وابوك وقف قدام الكل وما هموش اي حد خالص. انت عايز ايه يا حسن؟ انت عايزه ايه يا فوزيه؟ عايزين كل حاجه تروح من ايدينا؟ عايزين الارض تتقسم حتت حتت ويبقى كل حاجه راحت؟ مش ده كلامكم ولا انا جايباه من عندي؟ انت اللي عايزه ايه؟ كلامك ده غلط. لا ده صح الصح، وصح اكتر من الاول كمان. كل واحد فيكم حاسس ان هو اكبر من مروان، وحاسس ان هو عايز يبقى الكبير وهو اللي يحكم ويتحكم. وانا ايه؟ عاوز ابقى الكبيره كمان؟ لا، انت عايزه توسعي سكه للمحروس جوزك اللي رميكي وبيعايرك وبيذلك. طبعا ما انت حامل وشايله منه وعايزه كل حاجه تبقى تحت ايدين الواد اللي انت هتجيبيه ان شاء الله. يا وليه اتقي الله، ايه الكلام اللي عماله تقوليه ده؟ انا بقول اللي محدش شايفه واللي لازم مروان يعرفه. انت مش هتطلع ولا تخطي بره البيت ده يا مروان الا لما نخلص اللي بينا. سامعني يا مروان؟ سامعني يا كبير؟ حسن، لساك راكب دماغك؟ مش انا اللي راكب دماغي يا عمتي. طب ولو قلت لك عشان خاطري؟ عمتي الوحيدة اللي في البيت ده ليكي خاطر عندي، بس مش في الحكاية دي. طب أنا هتكلمي معاه. مروان مستصغرني، مستضعفني،
شايف ان انا لا بهش ولا بنش، ماليش حاجة عنده. ده رماني وسط المجانين والمعاتيه، رماني في السرايا الصفرة، عارفة يعني ايه؟ عارفة يا حبيبي، بس اللي جالك ان هو عملك ده بيضحك عليك. بالله عليك يا عمتي، هماليني لحالي؟ لا مش ههملك. طب بقول لك ايه، سيبك من اللي بيحصل، مبروك على العملية. يا سلام، لساك واخد بالك؟ يا عمتي انت طول عمرك جمر في عيني، انا اصلا عمري ما حسيت انك اتغيرتي. وانا بحبك من شويه يا وادي حسن. حسن، انا عارفه ان قلبك لسه فيه الخير، وان نفسك طيب، وانك بتعمل كل اللي انت بتعمله ده علشان واخد على خاطرك من اخوك، ومش مصدق اللي بيتقال لك. خليك انت العجل يا حبيبي، خليك انت لحسن، واذا كان مروان اخوك غلط ما تعملش كيف ما عمل. ده هو الكبير، هو المفروض يحافظ على البيت مش انا. الكبير مش بسنه، الكبير بافعاله. من الاخر كده يا عمتي، انا مش همشي غير لما اخد حقي. ما هو انت كده هتخليه يعند اكتر. عند بعند نشوف مين كلامه هيمشي. طب نفرض ان ابوك صح هو اللي عمل كده. لو ابويا صح هو اللي عمل كده، شني من حساباته وخلاني تحت يده ورحمه مروان، والله والله لا اروح اولع في جبره. استغفر الله العظيم، ايه اللي انت بتقوله ده؟ عشان كده يبقى ظلمني. حسن، الدنيا دواره كيف الطاحونه، واللي بتعمله هيترد لك والحد عندك كمان. يعني ايه؟ يعني لو انت عملت اللي في دماغك يبقى كريمه كمان من حقها تولع الدنيا، ما هي حقها راح برضك. تبقى عملت كيف ما عمل ابوك مع اخونا عبد الله الله يرحمه لما قال له مالكش عندي حاجه. ما مال انا ومال اللي حصل بين ابويا وعمي؟ ما هو بيتعاد تاني اهو يا حسن، وقدام عينك. هو احنا ما بنتعلمش؟ احنا شكلنا ما ورثناش منهم غير ظلم الاخ لاخوه. طب عشان خاطري يا حبيبي، عشان خاطري خد بالك وفكر يا حسن. انت بتقولي لي انا الكلام ده ليه؟ قولي لي هو مش هو الكبير؟ قوم يا مهدي، اصحى، قوم، بقينا بالليل. انت عارف انك وحشتيني؟ انا لو بس عارف انت بتجيب الكلام الحلو ده منين. من اللي بتعمليه، اللي بتعمليه هو اللي بيخليني اقول احلى كلام. طيب على ما تفوقك ده اكون عملت لك الوكل. انت هتعملي الاكل بنفسك؟ بنفسي؟ ده انا هعمل لك فطيره مشلتته مع العسل الابيض هتخليك زي الحصان. انا العسل الابيض ده هو اللي مخليني هتجنن وهبقى 100 حصان. طب جو. يا بنت يلا كفايه كسل.